الرحمن الرحيم. ده انت زعلتنا ليه يا قلب امك انت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جماعة عاملين ايه؟ الله انت شغلت صلوا على النبي. التليفون؟ اه والله؟ شغال اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبنا عاملين ايه؟ النهارده عاملين مكرونة بشاميل وجلاش وسلطة، وقلنا نعمل كده أكل خفيف كده النهارده اه كده. هنعمله بقى ايه؟ التحدي اللي تقدر تاكل. ماشي. من زمان مش نوعنا عليكم، قلنا ننوع لكم. طيب أنا ده انت ولا ابدا انا؟ لا انت هنبدأ احنا. لا ابدأ انت. أبداني؟ اه طيب، قطعة المكرونة 300 وقطعة الجلاش 200 وملعقة السلطة هنعملها ب20. ماشي. كل حاجة غليت. ماشي. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك ايه؟ اه انا البداية عشان مش هنطول عليهم. لا عادي، هما حبايبنا بيحبوني. دقيقة. الصلاة على النبي. دقيقة. آه يعني هقعد لك قطعتين؟ مكرونة مولعة نار؟ اه حلو. لا لا، انا عاوز لا قطعة واحدة. طب قطعة بص، واحدة قطعة جلاش ب500. طب كل ماشي كل بسيب الباقي. طب هاتيلي قطعة الجلاش. اتفضل قطعة الجلاش. هاخد قطعة واحدة ونبدلها قبل التانية هاكلها. والله هتقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. هات الكراسة والقلم معايا. انت جات لك هدية؟ بدأت. طيب. بس لو انتوا تعبين يا حبايبنا كده، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. يا دود. مش سامعك يعني بتقول اي حاجة. عندك المعلقة سخنة سخنة مولعة نار عشان لسه مطلعة من الفرن. خلي الكاميرا. انا كنت عايزة اعملها بدري شوية، بس انت تحب الاكل ساخن عشان ما يقولش ان الاكل ساقع، بس انا مشتهي عنه. لسه بدل. انا سخن مش هقدر اكملها مع نار. خد دي. طب كل. انت عارف حبايبنا القطعة الجلاش بكام والمكرونة بكام؟ تمام. طب حط المكرونة اللي انت حطيتها في الطبق دي، حطها لي انا عشان كده كده انا هختار. ولا سيبها لك انت تبرد. نختار التنور يا ابو هند. 50 ثانية. حلو. 50 ثانية. انا ولسه استديت الجوله بتاعتي. ماشي. طب ما انت ما كملت، انت ما كنتش مكرونه كده، انت خسرتها. انا خسرتها، انا خدت واحد جلاش ثاني بدل. طب اقول لك خدت كده 2 جلاش كده 400 كده. انت خدت لا المكرونة. انت اكلت نص قطعه مكرونه، احسبها من المكرونه. احسب نص يعني؟ اه احسب نص عشان حرام. يعني اللي يخسر مش يخسر كله؟ لا ما انتش هتخسر كله، حرام علينا. السن احنا في الصيام برضك، وانا برضك مش عايزه اظلم. يلا يا عم. طب انا هاخد انا قطعه مكرونه. استني، ما احسن الاول. انت عايز ماشي، انا هحط قطعه المكرونه والله في اختار اللي انت عايزاه. اه هو فاكر ان انا يعني هضحك عليك. بسم الله. يبقى انا كده ادي هنا بص انا 2 جلاش 400 ونص ديت 150 550. تمام ماشي. صلى على النبي. هاخد قطعة مكرونة. لو مش ينفع ان هي تتحسب بقولوا لنا برضه يا جماعة. ماشي. وهاخد جلاش. يعني معاك كام كده؟ اهي قطعة مكرونة. ادي 300 ب 500. ماشي. كام جبت لي كام؟ 50. 50 ثانية؟ اه. طيب. ابدأ يلا عشان انت. ما في ورقة اللي انا اخترتها هناك. انت حطيتها هناك. طيب ابدأ؟ اه ابدأ. استنى. ماشي استنيت والله. ابدأ أو ما اقول ابدأ هبدأ. ابدأ. بدأ. بسم الله. السلطة بالضبط. قعدت 20 ثانية كده. دعمونا كده يا جماعة، عاوزين نكبر بيكم يا أحسن ناس في الدنيا كلها. مش تنسوا كده الاشتراك كده، والاشتراك في يومات أمهانا والعيال، واللايك. لسه 15 ثانية. عادس. ها لسه محك مولع نار صح؟ بس خلاص. ماشي
يبقى 200 جلاشة، ودي نقطة هتبقى لك نصها، يبقى دي كده 200 و150 350. ركزي معايا في الحساب، وانتم يا جماعة ركزوا معايا، احنا غلطنا في الحساب قبل كده. والله العظيم ده اللي انتوا، انا مش عارف كده كام صباع محشي، بس تحدي المهم فاضل كده. ايوه على ممكن عاملين المحشي، يبقى دي 200 جلاشة و150 نص المكرونة، و350. لا لا لا، مش شايف المستوى خالص النهارده، خلي بالكم انتظرونا، حد يجد من الفيديو فيه عقاب شديد في اخر الفيديو، اتفرج للاخر. يلا يا باشا اختار الوقت. الوقت بسم الله لا لا كاش هسمع كلامك في المكرونة، ان انا سخنت السن جامد كده حرام. دقيقتين واو، صلى على النبي. دقيقتين لا ده انت من دقيقة كل كل براحتك، واحنا هاكل السلطة بقى. بصي هاكل اللي كان باجين من النص والواحده دي، تمام. يعني عادي 300. طب ما تاخد لك كمان على حته. لا 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 300 و100 ب 450. سلطه بقى كده انا عايز. بدات بالمعلقه سخنه. انت اللي خليتني اخليها لك سخنه. انا شفت بقى فترة يا سيدي، خد كمان كده الجلاشة، بس انا عارفاك بتحب. لسه قدامك بدري يعني، انت كل براحتك، لو فتحت القطعة التانية بقت متاكل دي كانت برد. كده ما تبدل كل براحتك. لا اله الا انت سبحان الله. انت كنت قبل كده معلقة السلطة صح؟ لا ده ولا اول واحدة. ماشي كل دقيقة هتقولهاش عشان تبقى معاك، خليك مركز في المكرونة، المكرونة اللي هتكسبك. دي تنوحها تمام. السلطة دي اللي بعت التحدي بقى كده، تلاتة بقى كده 30، ودي قطعة جلاش نص قطعة المكرونة. تمام معاك السلطة هنا ب20. معاك السلطة ب20؟ طب انت كده هتقفل المية في السلطة؟ تمام ما شاء الله، شكلها لي اللي هخسر. حلو خالص والله. خمسة سلطة 100 100، وقطعة كلاش 200، يبقى 300. 300 ونص يبقى 100 ونص المكرونة، 150 يبقى بعد 450. 450 اختارني ايه؟ اختار يا باشا. اختار تاني يا استاذ حميدة. انزل معايا كده احسن ناس في الدنيا كلها. صلوا على النبي كده، ومش تنسونا باللايك. يا كده الليالي يا رمانة الميزان. حرام سعيد 30 سنة. الله اكبر، اللهم صل على النبي. يلا ابدا. انا اخري كده هتقلاش. يلا ابدا. بدأت. انت قلت ابدا. يا برنس الليالي يا رمانة الميزان. عد 10 ثواني. فضلت 15 سنة. على مالك على مالك؟ ندوب الأكل براحة كده على مالك؟ بس راح خلاص، بس هحسبها لك مش مشكلة. قلت ايه بقى كده بس مش خد بالي؟ تقدر تبلش واحدة مع السلطة؟ لا 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 مستواك نزل خالص يا مهند. مستواك نزل خالص. طيب ادي اللهم صل على النبي، ادي 200 230 معاك السلطة 30. لا معاك السلطة ب 20 ويرتاح نفسه 30 والجلاشة ب 200 يبقى 220. ما انا مصحصح لك. طيب المرة اللي فاتت انت فزت عليا بالاونطة. لا والله العظيم المرة اللي فاتت انا كنت فايزة بجدار. اخر جولة ايه؟ حقيقة؟ اخر جولة ايه؟ دقيقة
اما انت مساعدك دقيقتين دقيقه ايه، لكن انا مش بيجي لي الا سوال قطعة مكرونة 300 وشوف هات لي تاني بقى. عندك قطعة جلاش حتى لك يعني ايه؟ لا بس مش بتاعتي. دقيقة؟ بسم الله. بكسر يا رب. ان شاء الله هتكسر. يا سيدي يا سخنة نار. ما انت اللي عاوزها سخنة بس سحب. اعتبر دي العقاب. والله المفروض احط لك قطعه هنا بره يعني تبرد يعني. شن انت اللي قلت لي عايزه سخنه سخنه. انا احط لك قطعه بره عشان انت يعني ايه انت اللي عملت فيا كده. بصراحه انا مش كنت عايزه سخنه. ادي معايا واحد اتنين كده 40 كده. طب كم النص كتفة المكرونة؟ تلاتة لو انت كلت تلاتة سلطة ونص كتفة مكرونة سخنة ونار. يا ريتني كلت جلاش احسن. مش عملت دقيقة ونص تنسالي على ايه؟ مش مخسر بوقتي. ما انت كلت نص قطعة مكرونة وكلت تلت معلك سلطة. تلت ايه؟ تمام خمسة والله. ايوه هم يقولوا لنا كمان. ماشي خلص السلطه ب 100 100 ونص قطعه مكرونه بكام؟ 150 اه يبقى 250. طيب اكلت اربعه ولا سلطه مش عارف والله ما عارف بس انا قلت لك عد ورايا. انا عديت هم كانت مش فاكره بقى الباقي. هم يقولوا لنا بقى مش فاكره اربعه ولا خمسه. ماشي السلطه انا اعتبرهم 100 و150 اه و250 اه. طيب وانا جت لي دقيقه ونص هتشوف هتعملي ايه؟ مش هتعملي حاجه. والله انا ابدا ابدا. خدت ايه؟ قطعه مكرونه وكان عندي نص قطعه. يعني 300 450 اه بدات. ليكي جدن دقيقه ونص اخد جوله لها هتعملها ام هنا. طب هتعملها مش هتعملها؟ هتعملها مش هتعملها؟ شفتوا يا جماعه كده الله في المتين بتاعكم كده عايزين نكبر بيكم احسن ناس في الدنيا كلها. لسه بدري. الله ينور عليك يا جماعه. الله ينور عليك ويفتح عليك. الصراحه الاكل تسلم ايديك بس العقاب بقى محدش يجد من الفيديو ولا جاي الفيديو واسمعوا لي للاخر. العقاب شديد النهارده. طب لك 10 ثواني 8 ثواني هتقدر هتقدر. اللهم صل على النبي. الله 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 على مهلك على مهلك بالراحة بالراحة. احنا عايزين كيس قدامكم العمر الطويل. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. احسب يا جماعة قطعة مكرونة ادي 300 ادي 450 وادي 200 650. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي 650. نحسب عشان مش هنطول عليكم. انا كلت وبلعت عشان خاطر ما حدش يقول لي يعني خدت البلاشه ورمتها. لا لا مش بنقطع حاجه مش بنقطع والله فبنسيب كل حاجه على وضعها كده. يلا يا جماعه مين فاهم؟ الفرق بين انا وهنا 30 جنيه، انا كلت ب 1250 وهي كلت ب 1220، يعني فرق 30 جنيه بعد اللي انت عملتيه ده كله. طيب يعني هي اللي رفعتني الجوله الاخيره. يعني اللي كسبت. يعني انت كسبان 30 جنيه. 30 هات العقاب يلا عشان تضرب على حبيبنا. بص عامل لي الجهاز ده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ حط يا باشا. اه والله حطيت. حط يا باشا. لا 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 سيب ايدك خالص والله اهو. لا 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 اصحى يا نايم اصحى يا نايم صحى نوم. لا 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 سيب ايدك حرام عليك الكراسه راح. لا 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 عقاب عقاب ماشي اهو والله قدام صحابي. طب
تصحى يا نهايه دكتور هاني. انا عشان ينفع كده انا بابا كده كفايه عليها كده عشان الاكل الحلو ده. يا لهوي راسي راحت والله العظيم. انا مش بحب الجوك عامه. يلا يا جماعه رقم الشيء يلا اشوفكم على خير القناه. مش قلت لهم النهارده يحطوا لايك ولا اشتركوا في القناه؟ لا اما بيحطوا لنا اللايك حبيبي. باي مع السلامة. مع الدنيا كلها مع السلامة. مع السلامة حالتك كيف؟ لا والله الصراحة